على مدار السنوات الأخيرة عانت الشركات من نقص كفاءة المهندسين حديثي التخرج، ولوحظ وجود فجوة بين الحياة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، والاحتياج ده يعني نما على مدار الوقت، وأصبحت من حوالي 8 سنين أصبحت ACES أكتر من مجرد نشاط طلابي عن طريق نجاح مؤتمرها السنوي. حول هذا الموضوع هيكون معانا النهارده هشام أسامة، طالب كليات الهندسة ومقدم المؤتمر السنوي لطلاب كليات الهندسة. نهارك سعيد. نهارك سعيد. وهيكون معانا إسراء الشريف، طالبة بكلية هندسة وعضو العلاقات العامة للمؤتمر السنوي لطلاب كليات الهندسة. صباح الخير ونهارك صباح سعيد. النور. في البداية عايزين نعرف إيه هو المؤتمر السنوي لكليات طلاب الهندسة، وإيه الدافع الأساسي اللي خلاكوا تعملوا هذا المؤتمر؟ المؤتمر ببساطة هو اختصار لتايتل كبير اسمه The Annual Conference for Engineering Students، اللي هو لو أخدنا أول كام حرف فيهم هيبقوا كلمة ACES. المؤتمر ده عبارة عن مجموعة من الشباب اللي قرروا إن هم يبقوا إيجابيين ويفيدوا المجتمع، وقرروا إن هم هيعملوا خدمة للطلبة اللي زيهم في الكلية. الخدمة دي ببساطة الهدف منها إن هي تساعد الطلبة دي على إن هم يتعلموا مهارات وخبرات تفيدهم بعد كده لما يخشوا في سوق العمل ويشتغلوا. والمؤتمر ده الهدف الأساسي منه، يعني إن هو يسد العجز ما بين المجال التعليمي اللي الطالب بيخش فيه من بداية الدراسة لغاية آخرها والمجال العملي لما بيطلع يشتغل. هو بدأ من سنة، يعني الفريق ده بدأ من سنة 2004 وبقاله 8 سنين، وكل سنة بيحصل بيحصل مؤتمر. تطور كمان اكتر. بيحصل تطور، وهو الحلو في الموضوع ده ان احنا كل سنه بيبقى في فريق جديد، فالتطور بيبقى مستمر، الناس افكار جديده كل جديده شويه. وناس جديده. بالظبط. فاحنا بقالنا 8 سنين اهو، ده الثامن مؤتمر السنه دي نعمله بالفريق بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. اسراء، ازاي بتقوموا بالاعداد والترتيب للمؤتمر السنوي، وقد ايه وقت بيستغرق منكم يعني لتنظيم المؤتمر؟ هو في الاول طبعا بيتم اعداد اللي هو اختيار الاول اعضاء بتوع بتوع ايسز، يعني مين اللي بيختارهم؟ الاول البريزيدنت بتاعنا هو اللي بيختار الاعضاء يعني، وتحتيه طبعا بيختار هيدز للكوميتيز اللي موجوده عندنا، وبعد كده وبرده بيتم اختيار المودريتورز او المشرفين على الورش العمل الموجودين عندنا، بيتم تدريبهم خلال مثلا 8 شهور. وبعد كده بيتم بقى اختيار اللي هم المشتركين معانا في الورك شوبس او اللي هم البارتيسيبنتس بتوعنا، وده طبعا وفقا لسيرتن يعني او بعض التقديرات من اللي هم المودريتورز هم اللي بيختاروهم يعني. وبعد كده بيبقى عندنا في ورك شوبس بقى، دي 5 سيشنز او 5 ورش عمل. وبعد كده بقى بيبقى بنتم تنظيم للكونفرنس بقى بعديها يعني في الاخر. وده وكله تقريبا بياخد 8 شهور يعني. انا 8 شهور وقت التحضير. طيب دلوقتي بيبقى كليات الهندسه في القاهره بس ولا في محافظات كتير غير القاهره كمان؟ هو طبعا المؤتمر ده لجميع كليات الهندسه اللي على مستوى مصر، ويمكن احنا بيجي لنا من المحافظات القريبه شويه من القاهره بعض الطلبه في السنين اللي فاتت بحكم المكان الجغرافي، يعني عشان البعد والقرب، ولكن احنا بنرحب باي طالب من اي كليه هندسه على مستوى مصر. يعني يعني هما اللي بيتقدموا لكم؟ هم اللي بيتقدموا لنا بتختاروا ما بينهم يعني؟ وبنختار ما بينهم، وفي حاجات، يعني في حاجات ممكن يعني ندوات عامه او محاضرات عامه ممكن يحضرها اي طالب في مصر، يعني في مجال في الهندسه. اقبال فعلا على حضور الورش العمل؟ يعني احنا بقالنا اهو كذا سنه، والسنه دي يعني من السنين اللي كان عليها اقبال برضو كبير، يعني احنا بيجي لنا عدد كبير قوي، فبنضطر ان احنا نختار منهم عن طريق انترفيوز او عن طريق مقابلات شخصيه او عن طريق اسسمنت سنتر، اللي هي يعني تيمز بيقعدوا مع بعض عشان يتم اختبارهم في كريتيريا معينه. إسراء، ايه هي طبيعة ورش العمل اللي بتقام وبيشارك الطلاب فيها؟ احنا عندنا 10 ورش عمل بتغطي مجالات مختلفة تحت 3 مسارات، وفي اكاديميك بروجرام. اول مسار هو اللايف اند بزنس تراك، ده تحتيه 3 ورك شوبس او 3 ورش عمل. بتعلم الطلاب او البارتيسيبنتس بتوعنا، بيتعلموا عن البيزنس مانجمنت، بيتعلموا كور دايلوج ازاي اللي هو يعملوا حوار حضاري، ازاي يقدروا يبقى افكتيف في المجتمع يعني من حواليه.
عندنا مسار تاني هو تكنولوجي تراك، ده تكنيكال، شو فيه workshops technical او في ورش عمل تقنيه وغير تقنيه. التقنيه ليها علاقه بالنتوركينج والبروجرامينج، ازاي يقدر يعمل نتورك تكون بسرعه عاليه وفي نفس الوقت تكون secured، مش اي حد يخترقها او كده. وفي عندنا برضو workshop ليها علاقه بالانوفيشن او اللي هو الابتكار والتطوير، ازاي لو وقع في مشكله معينه يقدر يطورها بطريقه او يقدر يحلها بطريقه متطوره مش بالطرق التقليديه. وعندنا كمان في مسار لجونيورز او اللي هم دول طلاب ثانوي من اولى لثالثه ثانوي، بما فيهم برضو اي دي وامريكان، اللي هم عايزين يدخلوا كليات هندسه. لا مش شرط، لا اي حد، احنا بنعلمهم ازاي يقدر يحدد بعد كده هو عايز يدخل مجال ايه او عايز يدخل كليه مهم ايه، جدا. او يبص على قدراته ويحاول ان هو ينميها، بحيث ان هو مش شرط ان انت تدخل كليه من كليات القمه، لا انت ازاي تقدر تنمي الحاجه الكويسه اللي انت فيها دي وتعمل من خلالها الكارير بتاعك بعد كده. في بقى اخر حاجه عندنا هي الاكاديميك بروجرام. الاكاديميك بروجرام ده احنا زي ما احنا اهتمينا بالطلاب احنا برضه عايزين نهتم بالعمليه التعليميه، فاحنا ده بنعد فيها الناس اللي هم عايزين يبقوا بعد كده معيدين او عايزين يبقوا انستراكتورز عامه، ازاي يقدر يوصل المعلومه بطريقه كرياتيف او طريقه سليمه بحيث ان هو يخلق من بعد كده جيل متعلم كويس. يعني ايه هي الاسواق المستهدفه من وراء هذا المؤتمر السنوي؟ زي ما اسراء قالت كده، احنا عندنا ثلاثه مين تارجتس او اسواق مستهدفه من المؤتمر، يعني اللي هم الطلبه الشباب بتوع الثانويه العامه او المدرسه، وبعد كده عندنا الطلبه بتاعه الكليات، والطلبه اللي هم عايزين يبقوا معيدين، او الطلبه اللي في اللي هو بيعمل اتخرج الدراسه خلاص وعايز يعمل دراسات. اللي بيعمل دراسات عليا يعني. فالثلاثة مين جروبس دول احنا بيتقدم لنا منهم اعداد، يعني في العشر ورش عمل اللي عندنا، وبنختار منهم على اساس الكرايتيريا اللي قلناها قبل كده. في اي احداث اخرى بتتم بجانب المؤتمر يعني بتتنظم برضو ازاي؟ في بتبقى على مدار السنه بيبقى في open sessions وندوات ومحاضرات بيجي يديها دكاتره كبار وناس معروفه كويسين، يعني بيدوها عن حاجات تقنيه وغير تقنيه ليها علاقه بمجال الهندسه عشان احنا مهندسين وكده، وبرده حاجات بره ليها علاقه بالتنميه الشخصيه وكده. وفي عندنا برده بيبقى في مسابقات بتتعمل، وفي بنعمل جولات ميدانيه في مصانع وشركات. يعني ازاي بيتم اختيار المتحدثين الرسميين منكم طبعا لافتتاح المؤتمر؟ هو يعني احنا مش بس في المؤتمر ده، بيتم اختيار فريق مكون من تقريبا 15 شخص، فريق العلاقات العامة اللي عندنا ده بيتم اختياره من قبل المؤتمر ب9 شهور تقريبا، وده بيبقى المتحدث الرسمي باسم ايسز قدام الاعلام وقدام الشركات وقدام حتى الطلبة. لما بنعمل في الكلية بنعلن عن الفتح باب الاشتراك او حاجة زي كده، تبقى لجنة العلاقات العامة بتقوم بدور فعال في الإعلان عن إيسس جوه الكلية وخارج الكلية كمان. وإحنا حتى خلال السنة دي إحنا نزلنا لكذا جامعة خارج حتى كلية هندسة عين شمس، يعني نزلنا 6 جامعات تانيين، بحيث نبقى بنقوم بالدور بتاعنا إن إحنا بنعلن عن المؤتمر بتاعنا في الكليات التانية. إزاي تقدروا تعرفوا إن المؤتمر ده هل حقق الأهداف المرجوة منه، وهل نجح او لا؟ على اي اساس بتقيسوا الموضوع ده؟ احنا عندنا فريق مخصوص او مختص بموضوع التطوير والاداره وكده، ده تحتيه 3 لجان. في لجان مسؤوله عن الاداره، ولجنه مسؤوله عن الاداره، يعني ان هي على طول على مدار السنه بتشوف هل احنا ماشيين فعلا على البلان اللي احنا حاطينها ولا لا. وفي برضو فريق مخصوص ان هو مختص يعني بموضوع ان بعد السنه على طول اللي هو تطوير، يعني كل سنه بنختلف عن السنه اللي قبليها بحيث ان احنا نفضل على كل سنه، يعني ان شاء الله ان يبقى في تطور مستمر. يعني ايه اللي بتقترحوه شفت وشايفينه يعني ما اتعملش السنه دي وبتتمنوا ان هو يبقى موجود في المؤتمرات اللي جايه، يعني يتناقش السنين اللي جايه؟ تمام. هو من ضمن الحاجات اللي بتميزنا يعني في ايسس ان احنا في حاله تطوير مستمر بدايه من 8 سنين قبل كده حتى الان يعني، وكل سنه بيضاف حاجه جديده، وبيبقى فيه افكار جديده وخطط جديده بتتم بشكل كويس. يعني الجديد اللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين نوسع اكبر دايرتنا، خصوصا بعد الثوره، يعني ان الظروف بقت مهيئه لينا ان احنا نبدا نوسع الدايره بتاع التاثير بتاعنا في اماكن مختلفه جوه القاهره وخارج القاهره، نبدا نفيد ناس اكتر، وبالتالي الدور بتاعنا ده هيبقى
مهم قوي في الفترة اللي جاية، علشان احنا في الأول وفي الآخر الهدف إن احنا نطور مصر يعني، أكيد فعايزين طبعا. نبقى بنوسع الدايرة بتاعتنا في الفترة اللي جاية بحيث التأثير بتاعنا يبقى واخد نطاق أكبر يعني. يعني انتوا شايفين ان بعد الثورة المؤتمر اختلف عن قبل الثورة؟ المؤتمر اختلف طبعا يعني، ايه هو بقى اللي المؤتمر اختلف فيه؟ إذا سيم يعني أو نفس يعني الشيء، الأنشطة ولكن اللي أضيفت على المؤتمر، المشاركة بقت طريقتها ما مختلفة. بالظبط يعني، السنة دي مثلا المشاركة أكتر بكتير من قبل كده، العدد حتى من الطلبة اللي عايزين يشاركوا في المؤتمر أكتر، بقى عندهم فبالتالي حماس أكبر. عندهم حماس وعندهم يعني حاسين بإن الظروف بقت مهيئة إن هم يقوموا بالدور بتاعهم في تطوير مصر، بلس إن يعني مش بس من الطلبة، لا يعني الظروف المهيئة خارج ايسز يعني، الكلية بقت بتسهل لنا حاجات كتيرة قوي، ودي حاجة يعني نحب نشكر فيها الكلية. الشركات بقت مهتمة أكتر بالجيل بتاع الشباب ده، حاجات كتيرة يعني. والناس كمان نفسها حبت، يعني بقت حابة التغيير وحابة ان هي تغير من نفسها وتضيف قيمة للمجتمع او تزود حاجات في المجتمع وتعمل حاجات جديدة، فدي حاجة كويسة يعني. عايزة بس اعرف بس حاجة في البداية، هو انتوا في سنة كام؟ نسينا انا نقول ما احنا في عرفتش، سنة انا ما كام. سألتكوش. أنا في سنة تالتة هندسة قسم حاسبات. قسم حاسبات. انت اسراء. ثالثة كهرباء باور. يعني قسمين مختلفين، في كم قسم تقريبا بيشترك في المؤتمر؟ لا كل في الأقسام، أقسام كل الكلية الأقسام. الهندسة. وأي حد ليه علاقة بدراسة الهندسة حتى يعني، حتى في طلبة من كمبيوتر ساينس، كلية كمبيوتر ساينس بيجوا يعني، هي مش خاصة بقسم معين، هي متاحة كل لكل كليات الهندسة. كل كليات الهندسة. طيب أي حد بقى عايز يتواصل معاك ويتواصل معاكوا ازاي؟ السايت بتاعنا هو acesegypt.com، والفان بيج بتاعتنا برضو aces egypt يعني slash هي ACES، هي ACES، لو دخل على فيسبوك اي حد وكتب ACES ممكن يوصل على الفان بيج بتاعتنا، او على الويب سايت بتاعنا هي ACES برضو بس acesegypt.com. يعني اي حد عايز يتواصل معاكوا سواء كان طالب في المدرسة او طالب في كليات هندسة بالظبط. او حتى اتخرج وعايز يعمل دراسات، academic sponsoring. فممكن يتواصل معاكوا ويقدر يحضر معاكوا المؤتمر، الورش العمل. هي ورش العمل خلاص الاشتراك فيها خلاص اتقفل، ولكن في لسه المؤتمر، في المؤتمر هيتم مؤتمر. في نهاية ده، المؤتمر ده اللي هو الاوتبوت بتاعنا اصلا كل سنة، وده ان شاء الله السنة دي هيبقى في نهاية او في اخر فترة في شهر ابريل يعني، ففي فرصة لو حد عايز حتى يحضر الندوات العامة اللي هنعملها او حاجة زي كده يتواصل معانا عن طريق قولوا تاني. الفيسبوك ايوه يعني، قولوا الويب سايت تاني. او الويب سايت تاني acesegypt.com، ممكن حتى على جوجل لو كتبت ACES Egypt هتوصل للويب سايت، او على الفيسبوك لو كتبت كلمة ACES هتوصل للفان بيج بتاعتك، وبالتالي لو عرفت اي حد من مصر يعني لو عرف يتواصل معانا ممكن يحضر الندوات اللي احنا ممكن نعملها الفترة الجاية ان شاء الله. تمام. هشام أسامة وإسراء الشريف. إسراء شريف، نورتونا النهاردة في نهارك سعيد. ربنا ميرسي ليكم. سلام. مشاهدينا، خلصت فقرتنا معاكم دلوقتي، بس لسه معاكم مكملين. نهارك سعيد.